طب قول لي، بعد عدة شهور من وجودك مع النادي الأهلي وانضمامك للنادي الأهلي، هل أنت يعني سعيد بالتجربة دي؟ حابب التجربة دي تفضل؟ يعني كلمني عن التجربة. أكيد قيمت التجربة بعد عدد من الشهور، تقييمك إيه ليها؟ الموسم ده موسم هفضل افتكره لفتره طويله. ان حققت بطوله مع فريق محترف، انا ما اقدرش انسى الفتره دي طبعا. لكن لسه طبعا ما خلصناش، احنا لسه فاضل لنا بطوله. الروح عاليه جدا في الفريق ومعايا، فاحنا دلوقتي مركزين على الكاس. أعتقد إن المباريات الخمسة دي كانت مهمة جدا بالنسبة لنا. صحيح. بعد المباريات الخمسة دي لقطات ليك، دي لقطات ليك إحنا سجلناها في بعض المباريات وقطعناها، فطبعا يعني إحنا بنشكرك على أدائك، ونتمنى إن شاء الله إن أدائك يستمر معانا كده في الخمس مباريات الفاضلين في كأس مصر بإذن الله، أو الأربع مباريات الفاضلين.